أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تصح الدعوة القائمة الآن من أنه لا بد من اتحاد المسلمين وإن اختلفوا في بعض الأصول ما داموا داخل دائرة الإسلام، لأننا نواجه عدوا واحدا؟ هذا تناقض، كيف يتحدون وهم عقيدتهم مختلفة؟ ما يمكن هذا من الجمع بين المتضادات. لا يتفقون إلا على العقيدة الصحيحة التي وحدت الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة على ماذا اتحدوا؟ هم كانوا في الجاهلية مختلفين، أحد يعبد الشمس، واحد يعبد القمر، واحد يعبد الملائكة، واحد يعبد الجن، واحد يعبد المسيح، واحد يعبد الأشجار والأحجار، وكانوا متناحرين. فلما وحدوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لا إله إلا الله وعملوا بها توحدوا. فلا يوحد آخر هذه الأمة إلا ما وحد أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وليت هؤلاء الذين يعقدون المؤتمرات يعملون المحاورة بين الفرق وبين العلماء، فمن ظهر الحق معه أخذوا به، ومن أخطأ فإنه يرجع عن خطأه. ليتهم يعملون هذا، ليتهم يعملون هذا، كان هذا في مصلحة. أما أنهم يقولون تعالوا نجتمع وكل على عقيدته، هذا من المتضادات التي لا يمكن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.